احنا من الناجي من عمال جسر الشغور. اي وصار لنا بالمخيمات يمكن 8 سنين عم نقضي العذاب، وخيمتي صدقني صدقني ما بتسوى لا بكثير ولا بقليل. حظي يا خيمتي ملبسطه ببطانيات وفي غروض حتى نتفي تدفيني. بعطيك شعرك وليه؟ بس اكثر شيء انا بوصل شدي اكثر شيء العالم بحوزنا تفي اكثر. انا من جبل اكرود وانا من 2015 مهجرين من جبل اكرود. والحياة المعيشية في المخيمات مأساوية للغور، من ناحية التدفئة، من ناحية الغذاء، من ناحية من جميع النواحي. يعني انت اليوم الطفل اذا بيطلب كيلة حليب ما معه ابوه يشتري كيلة حليب. بالنسبة للتدفئة عم نلم اكياس نايل وعم نلم بلاستيك حتى نشغل صوبات. يعني الوضع المعيشي سيء للغور في المخيمات. والدعم بالنسبة للمخيمات دعم نسبي قليل، يعني ما في الا الاكتيت وفي عنا الخبز اللي عم يجينا مجانا فقط لا غير. يعني اذا نحط هيك لحتى نحسن نتدفى. نحن من جبل الكراد من الحور عند سلمى يعني. ايوه الناس بجي 10 سنين هون. اي والله يمكن 10. والله تعبنا كثير وتعذبنا كثير، هلا قلنا الحمد لله يعني ما حوله شيء مهما كان. والله هذا ما نقعد غصب عننا، منيحه شو بدنا نسوي؟ اشي المنيحه؟ يعني قاعدين هلا شعلت الصوبه. بالاول خيم كانت موجوده، اما هلقيني صار لنا 4 سنوات ما شفنا خيمه. خيمتي مهتريه عم بتدخل علينا مي، لحد الان ما في اي خيمه. يعني ناقصنا شوادر، ناقصنا خيم، ناقصنا حطب، ناقصنا فحم، ناقصنا يعني مستلزمات الشتاء. بطو، تعال نشوف شو. نعم. حافظ مقابلات، متأكد من الماء.